كويس، انا كنت لسه عايز اسال حضرتك احنا فين عالميا من الرياضه دي؟ هي بالنسبه للواتر سكي احنا اولادنا في الميدل ايست نمبر 1 على طول على طول. بالنسبه للسين عالميا بقى يعني ده على صعيد الشرق الاوسط عندنا بعض المشاركات الدوليه، يعني في لاعب عندنا كان طالع الرابع عالم وده حاجه كويسه جدا، بس في عندنا برضو السيلينج مختلف تماما، هي مركب شراعيه بشراع، وفي عندنا الويند سيرف، في عندنا الكايت سيرفينج، فهي كذا الاتحاد تحتيه اكثر من لعبه، يعني هي مظله واحده بتضم حاجات كتير، فيها خمس لعبات تقريبا. اوكي. والسيلينج هي لعبه اولمبيه، لكن اللعبات الثانيه زي الكايت الواتر سكي الكايت لعبه منتشره جدا وليها جمهور خطير وليها كوميونتي. هي عباره عن ايه برضه؟ اللي هي بتكون عباره عن بورد اللاعب بيلبسها، بيكون معاه كايت، هي اللي هو بيتحرك بالهواء اللي جاي في الكايت دي. اوكي. هي هتلاقيها مشهوره جدا في راس سدر، في الغردقه، في دهب، في كل البحر الاحمر هتلاقيها منتشره جدا، وليها كوميونتي كبيره، وبطولاتها مقسومه لحاجتين، يا اما بيعمل تريكس يا اما بيعمل سبق، يعني ريس عادي، والريس ده اللي بيكسب فيه الاول، وبالبوينتنج سيستم العادي زي السيلينج وكده. هي.